شيرين ناوية تعمل فرح وتعزم كل الناس؟ ده السؤال اللي بيتردد على السوشيال ميديا بعد الظهور الأول لشيرين وحسام بعد الجواز، واللي كان مع منظم الأفراح الشهير أحمد ياسين. الكلام عن شيرين وحسام موقفش عند الفرح لأ، لكن الأمر وصل إنهم كمان هيقضوا شهر العسل في مكان تاني. إيه حكاية الفرح؟ وهل حقيقي اعتمد شهر عسل؟ تفاصيل كتيرة هنكشفها في الفيديو ده. معايا أنا محمد محمود على لايف ستوري. على الرغم ان شيرين عبد الوهاب بعد رجوعها لجوزها حسام حبيب وكتب كتابهم مرة تانية، واللي اعلنت عنه في مداخلة تليفونية مع عمرو اديب وقالت انهم هقرروا يعيشوا حياة هادية الفترة اللي جاية، الا ان ظهورهم الاول بعد الجواز اثار حالة كبيرة من الجدل. مش بس انهم ظهروا مع بعض فترة تانية قدام الناس، ولكن لان ظهورهم ده كان السبب في انه يظهر كلام كتير عن انهم هيعملوا فرح. معقول هيعملوا فرح؟ طب فين وازاي؟ البداية لما ظهرت شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب في صورة جديدة معاهم منظم الأفراح الشهير أحمد ياسين، واللي معروف عنه متخصص في تنظيم أفراح المشاهير بالتحديد. وظهرت شيرين وهي بتضحك ومبسوطة وظاهر عليها الفرحة. الجمهور على السوشيال ميديا تداول الصورة دي جدا وانتشرت بشكل كبير باعتبار انها اول ظهور لشيرين وحسام بعد الرجوع. لكن بعد فترة بدأت تنقل الصفحات الفنية على فيسبوك والمواقع الصحفية ان الصورة مش صدفة، ولكنها بسبب حدث سعيد لشيرين وهي انها تعمل فرح. المواقع الصحفية كشفت عن ان شيرين ناوية تعمل فرح لانها عايزة تفرح وتغيس وكمان تعزم كل الناس من الفنانين والمشاهير على الفرح، وانها خلاص هتعمل الفرح ده الاسبوع ده، وكانت بتتفق مع منظم افراح المشاهير عشان كده ظهرت معاه. الكلام ده اكدته الاعلامية مروة صبري اللي كتبت بوست وقالت ان فرح حسام وشيرين يوم الثلاثاء الجاي. مش بس كده، لكن الاخبار انتشرت اكتر وظهر كلام جديد ان شيرين مش هتعمل فرح وخلاص، لا ده ناوية كمان تطلع شهر عسل، واللي هيكون في دبي بعد ما تخلص حفلتها في الكويت الفترة اللي جاية، وكمان ممكن تطلع لدول اوروبا بعدها. ومع انتشار الاخبار دي بشكل كبير اصبح الكل بيسأل يا ترى شيرين هتعمل فرح؟ عشان يطلع منظم الافراح احمد ياسين ويكشف حقيقة الاخبار دي، ويقول ان كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة، وان الناس ربطت ان بجهز لهم فرحهم بسبب ان عملت مناسبات كتير قبل كده للفنانة شيرين عبد الوهاب. احمد ياسين قال كمان ان الصور عبارة عن صدفة بحتة وما كانتش مرتبة انه يقابل شيرين وحسام حبيب، لكن لما قابلها سلم عليها وتصور معاها لانه كان بقاله كتير ما شافهاش، ونزل الصورة على حسابه على انستجرام عشان يطمن عليها الجمهور وانها بخير وكويسة.